إذن البداية من شمال وغرب سوريا والدور الملقي على العشائر العربية لضرورة توعية وحث أبنائهم لعدم الانجرار وراء المصالح التركية وتقديم أبنائهم قربانا لصالح النظام التركي في معارك ليبيا من خلال استغلال الأوضاع المعيشية واستغلال المراهقين. الأمن والاستقرار الذي يشهده شمال وشرق سوريا والذي ميزه عن باقي جغرافيا البلاد أثار غيظ العديد من الجهات لما يشكله من خطر على مطامعهم في المنطقة، وهذا ما يفسر مساعي الفتنة التي يستخدمها الاحتلال التركي مع الشبان السوريين في حربه مع الدول العربية ليزج بهم إلى مصير مجهول. وسعيا منها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، اجتمعت رئيسة المجلس التنفيذي في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد وممثلين عن الإدارة مع وجهاء العشائر العربية في المنطقة لحثهم على لعب دور أكبر في توعية أبنائهم لخطر الانجرار وراء مخططات النظام التركي. الاجتماع الذي جمع ممثلي الإدارة ووجهاء وشيوخ ناحية تل حميس تطرقت فيه إلهام أحمد إلى خطط الاحتلال التركي في جمع الشبان السوريين من مناطقهم شمال شرق البلاد ومناطق شمال غربها للقتال في ليبيا، مؤكدة أن مجلس سوريا الديمقراطية هو المسؤول عن الحل السياسي لهذه المنطقة ومتابعة أمورها الإدارية. إلهام أحمد وخلال حديثها مع وجهاء العشائر أوضحت أيضا أن أشخاصا يعملون من أجل تدمير استقرار المنطقة عبر استغلال الوضع المعيشي الصعب للناس وعرض سلال غذائية عليهم مقابل التعهد بأنهم مع قدوم النظام، موضحة أن الكل يعلم أنه فيما إذا عاد النظام فإن نصف سكان المنطقة سيهاجر لعدم تحملهم معاناة ثانية من قبله. والخطوة الأهم التي شددت عليها رئيسة المجلس التنفيذي لمسد هي ضرورة استمرار التعاون بين الأهالي وقوات سوريا الديمقراطية لمواجهة التهديدات المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا. معنا الآن من الشمال السوري علي رحمون عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية. سيد رحمون مرحبا بك على شاشة اليوم، ما هي أبرز المواضيع والقضايا التي تم التطرق إليها في اجتماع تل حميس؟ أهلا وسهلا، مساء الخير للجميع والجميع المشاهدين. مساء النور. الحقيقة نتيجة للوضع الكارثي الذي حل في سوريا تم اتخاذ خطوات إجرائية للمتابعة مع ناسنا ومع أهلنا في كل المناطق وخاصة في مناطق العشائر العربية، سيما وأن هناك تدخلات دولية وأقليمية في مكونات أو مع مكونات المنطقة، لذلك كان لابد من اللقاء مع جميع المواطنين الموجودين في المنطقة للتكلم عن الوضع السياسي والاقتصادي والمعاشي الذي يعاني منه الجميع والذي تحاول بعض الدول أن تستغل هذا الوضع كي تعمل على مبدأ التفرقة وفرق تسد، لذلك لابد من أن نكون يدا واحدة للوصول إلى قرار سياسي موحد باتجاه إيجاد الحل السوري الذي يؤمن الاستقرار للمنطقة. طبعا تم التحدث مع جميع الفاعلين والنشطاء والوجهاء حول ما يعانون إضافة إلى المخاطر. سيد علي، أستاذ علي رحمون هل تسمعني؟ يبدو بأننا فقدنا الاتصال بالأستاذ علي رحمون عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية، سنعاود الاتصال به مشاهدينا الكرام. إذن خصصنا هذا المحور للنقاش حول الاجتماع الأخير في تل حميس الذي جمع مجلس سوريا الديمقراطية مع عدد من العشائر العربية، وتم التطرق إلى أكثر من مسألة وقضية تخص منطقة شمال وشرق سوريا وشمال وغرب سوريا، خاصة فيما يتعلق بإرسال الشبان السوريين إلى ليبيا للقتال لصالح الأجندة التركية ولصالح النظام التركي في تلك المنطقة، والتطرق للكيفية التي يمكن من خلالها العمل على توعية الشباب السوري على ضرورة عدم انجرارهم وراء
تطبيق أو تقديمهم كقربان لصالح الأجندة التركية في ليبيا، الدور الذي يجب أن تلعبه العشائر العربية في هذا الإطار، وكيفية حث أبنائهم على عدم الانجرار وراء هذه المخططات التركية، كل ذلك تم التطرق إليه في خلال هذا الاجتماع، ونحاول أن نحصل على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذه الجزئية. أيضا كانت أو نود أن نستفسر أيضا فيما يخص هذه الاجتماعات التي تجمع القوى الفاعلة القوى العاملة في شمال وشرق سوريا، إلى أي مدى هذه الاجتماعات فيما بينهم تساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية وخاصة بين الداخل السوري. نعم، إذن مشاهدينا الكرام، حديثنا حول هذا الاجتماع في تل حميس، وأيضا نحاول أن نتطرق من خلال هذا المحور حول أجواء النقاشات، نتائج هذا الاجتماع، ما هل من خطط أو وسائل أو حلول معينة تم التوصل إليها فيما يخص جزئية إرسال الشباب السوري إلى ليبيا، ما هي أجواء النقاشات، كيف يمكن تقييمها حتى الآن من خلال هذا الاجتماع، وأيضا فيما يخص الدور. نعم، يبدو بأن الأستاذ علي رحمون بات جاهزا معنا الآن من جديد. سيد رحمون، مساء الخير، هل تسمعني؟ أهلا وسهلا، يعني شكرا لك. انقطاع، طيب أكيد شبكة النت إضافة للكهرباء، طيب ولا يهمك، بس بنحاول نستغل الوقت، ما بقي كثير، لنتكلم عن طبيعة الشخصيات التي كانت حاضرة، أجواء النقاشات، وكيف تقيمون نتائج هذا الاجتماع. صديقي، أولا طبعا المبادرة كانت هي من هيئة الأعيان ومجلس سوريا الديمقراطي، وهيئة الأعيان باعتبارها منظمة وسيطة كي تكون أو أحد منظمات المجتمع المدني التي تعمل بين مكونات الشعبية الموجودة في المنطقة. التقينا مع رؤساء عشائر، مع وجهاء القبائل والعائلات، تم التطرق لمجموعة من المواضيع الحقيقة، منها هو محاولة بعض الأطراف المتدخلة بالشأن السوري العمل على تطويع بعض الشبان في للقتال في ليبيا تحديدا. طيب، تم التطرق أيضا، طيب فيما يخص هذه الجزئية تحديدا كون هي محور نقاشنا سيد رحمون، كيف كانت آراء وتقييم الحاضرين فيما يخص إرسال الشباب السوري للقتال في ليبيا لصالح الأجندة التركية؟ وأهل من حلول أو خطط سيتم بحثها في هذا الإطار لإدراك ما يمكن إدراكه؟ نعم نعم، الغالبية كانوا متفهمين لهذا الوضع وسيقفون في وجه ذلك بشتى الوسائل الممكنة، لكن الغالبية أكد إلى أن من أقدم على هذه الخطوات هو نتيجة الحاجة المادية من جهة، وطبعا تأثرا ببعض الأجندات كما ذكرت والأطراف الدولية التي تدخل بالشأن السوري لوعود مختلفة. تم التطرق للحاجة أو للأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها سوريا عامة، ونحن جزء من سوريا، رغم أن الأوضاع في منطقة شرق الفرات هي أفضل بما لا يقاس من بقية المناطق السورية، خاصة وأن المنطقة تعاني من تهميش قديم عبر 50 سنة، من تهميش مقصود وعدم إلى أي اهتمام للخدمات وللحاجات الاقتصادية رغم غنى المنطقة. طيب، بالتالي تم التطرق لكثير من القضايا، وتم إنجاز حقيقة قسم من المطالب التي طالب بها الحضور. طيب، ما هي مخاطر اليوم إرسال الشباب السوريين للقتال لصالح الأجندة التركية، أو حتى إرسال الشباب السوري للقتال في الداخل السوري لصالح الأجندة التركية؟ ما هي المخاطر وما هو الدور المناط على العشائر العربية في هذا السياق؟ في الحقيقة كما نرى أنه يتم المتاجرة بالدم السوري وعلى أرض غير سورية، يعني الأتراك يرسلون بعض فصائل المرتزقة الموجودة في إدلب إلى ليبيا للقتال مع طرف ليبي، ومن هنا هناك طرف
الروس تحديدا يجندون بعض الشباب كي يقاتلوا في الطرف المقابل في ليبيا أيضا وعلى الأرض الليبية، وبالتالي يتم نقل الحرب بين السوريين على الأرض الليبية من أجل إغراءات مادية تافهة جدا وتكاد لا تغني ولا تسمن، وأحيانا كثيرة طبعا يتم استغلال بعض من خلال بعض السلال الغذائية ووعود خلبية ووهمية. الأمر خطير جدا فيما يتعلق بالشباب السوري، ودورنا يجب أن يكون كبير في توعية هؤلاء وفي أن نكون يدا واحدة في مواجهة التدخلات الإقليمية والدولية وفي مواجهة من يتربص بالشعب السوري على كل الأرض السورية. نعم، كلفت أيضا عدا عن موضوع استغلال الأوضاع المعيشية توجه مراهقين للقتال لصالح الأجندة التركية في ليبيا، وقدمت العديد من جثثهم وتم إرجاعها إلى سوريا. سيد رحمون، برأيك بما يتم إغراء هؤلاء المراهقين؟ كما تعلم أن المراهق سهل انقياده وسهل إغراءه، وخاصة في الوقت الحالي يتم أحيانا بقضايا دينية وقد تكون هناك إغراءات مادية. إذن العاملين يتم العمل على عاملين، العامل الديني من جهة والعامل المادي من جهة أخرى. لذلك لابد من توعية هؤلاء الشباب كي نكون من خلال أهاليهم بالتأكيد كي نكون يد واحدة في مواجهة كل من يتربص بشبابنا وبأجيال مستقبل سوريا. نعم، إذن اليوم هذه الاجتماعات وغيرها ما مدى أسهامها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية وخاصة بين الداخل السوري؟ الحقيقة هذا الأمر جدا مهم. هناك تقارب شديد وهناك تفاهم شديد، لكن هناك من يحاول أن يلعب على التفتيت وتجزئة وتبعثر هذه القوى والمكونات. كما ذكرت في البداية ما زالت الفكرة القديمة التي تقول بفرق تسد ما زالت قائمة، وبالتالي علينا نحن أن نكون حريصين على أن نكون يدا واحدة في سبيل مستقبل سوريا التي ننشدها جميعا والتي تحقق للجميع الحق والكرامة وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم سواء كانت الدينية أم القومية. هل من رؤية واضحة سيتم العمل عليها في هذا الإطار سيد رحمون؟ نعم، ليس سيعمل، إنما يتم العمل بها منذ أن وجدت مجلس سوريا الديمقراطي والإدارة الذاتية لم تقصر جهدا في سبيل ذلك، والآن أصبح الجهد مطلوب أكثر بكثير، واللقاءات مع الآخر والمختلف ما زال مهما جدا كي نكون فعلا باتجاه واحد في سبيل حل القضية السورية وكي يكون الحل سوري سوري. طبعا سبق هذه اللقاءات هناك الحوار الكردي الكردي الذي سيصب في نفس البوتقة في حيث أن يكون هناك قرار سوري موحد باتجاه إيجاد الحل السياسي المنشود لسوريا كما ذكرت، سوريا المستقبل التي ننشدها جميعا، ومجلس سوريا الديمقراطي هو من يتبنى هذه الرؤية ويعمل عليها دائما وأبدا. وهناك مجموعة من الخطط التي أمام مجلس سوريا الديمقراطي وبدأ بالتنفيذ والعمل عليها. نعم، وهذه اللقاءات هي جزء منها. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من الشمال السوري علي رحمون عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية. بعد الفاصل، خلافات الدائرة المقربة من الحكم في سوريا والتطورات الأخيرة.